أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الإحساس بالرطوبة راح يستمر ويانا والهواء الكوس أيضا لعدة أيام. الإحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية. نسب الرطوبة تتفاوت ما بين 45 إلى 50% على بعض المناطق السكنية وأكثر من ذلك على المناطق الساحلية والجزر، وتتفاوت ما بين 80 إلى 90%. أعزائي المشاهدين اللي عندهم مشاكل ربو يديرون بالهم خلال هاليومين. الهواء الكوس راح يستمر ويانا اليوم مباشر وعقبه غدا بإذن الله راح تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بين الحين والآخر، لكن يوم الخميس بإذن الله الهواء الكوس راح يكون ملحوظ أكثر مع تقلب في اتجاه الرياح، وخلال المساء في فرص لتراجع الرؤية الأفقية على بعض المناطق. نتعرف على أجواءنا أكثر. حاليا في عبور لبعض السحب العالية على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية سرعتها خفيفة حول 7 كيلومتر في الساعة كحد أقصى. الليلة تصل في سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة حاليا 31 درجة مئوية والرطوبة النسبية 45% وتصل إلى 50% في بعض المناطق السكنية وأعلى من ذلك على المناطق الساحلية. الرؤية الأفقية متراجعة بعض الشيء نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة حول 11 كيلو متر. صور الأقمار الصناعية تبين السماء خالية من السحب بوجه عام، لكن في فرص لعبور بعض السحب العالية بعض الشيء على بعض المناطق، ومن منتصف شهر أكتوبر بإذن الله الجاري السحب راح تكون ملحوظة أكثر امتداد تأثير منخفض جوي موجود ويانا، وأيضا من المتوقع أنه يستمر ويانا لعدة أيام حتى نهاية اليوم. الرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية. درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية في أغلب المناطق، وأيضا البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. الفترة هذه من فترات الحمل. منتصف نهار يوم الغد بإذن الله الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة في فرص لعبور بعض السحب العالية. درجات الحرارة تتراوح ما بين 41 إلى 44 درجة مئوية. هناك تراجع تدريجي في درجات الحرارة أعزائي المشاهدين خلال الأيام القادمة، ولكن هذا التراجع بسيط بإذن الله. خلال الأيام القادمة تصل درجات الحرارة إلى 40 وما دون 40 درجة مئوية. أجواء حارة منتصف نهار يوم الغد، والإحساس بالرطوبة أيضا ملحوظ نتيجة استمرار الهواء الكوس. منتصف نهار يوم الغد الرياح راح تكون جنوبية غربية على بعض المناطق وأيضا جنوبية شرقية، والإحساس بالرطوبة يكون ملحوظ على المناطق السكنية والمناطق الساحلية، والبحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. وخلال المساء تتراجع سرعة الرياح أكثر وتكون سرعة الرياح من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، وأيضا الإحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ جنوب شرقي إلى متقلب الاتجاه. الإحساس بالرطوبة مساء يوم الغد راح يكون أكثر من اليوم، وفي فرص لتراجع الرؤية الأفقية على بعض المناطق أثناء الرياح الجنوبية الشرقية. درجات الحرارة تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية في أغلب المناطق، وفي فرص لعبور بعض السحب العالية على بعض المناطق. البحر من فترات الحمل خفيف إلى معتدل الموج أولا من 1 إلى 4 قدم، ومنتصف نهار يوم الغد بعدها تتراجع سرعة الرياح وتتراجع أيضا الأمواج تكون من 1 إلى 3 قدم. الفترة من فترات الحمل المد الأول الساعة 1:10 صباحا، والمد الثاني الساعة 1:51 الظهر، والجزر الأول الساعة 28 صباحا، والجزر الثاني الساعة 8:33 مساء. المواقيت بإذن الله أذان الفجر راح يكون الساعة 4:22، والشروق الساعة 5:41، والمغرب الساعة 5:33. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية. الإحساس بالرطوبة راح يستمر ويانا اليوم وباشر وعقبة، وفي فرص لتراجع الرؤية الأفقية بعض الشيء. نسب الرطوبة تتراوح ما بين 45 إلى 50% وأعلى من ذلك على المناطق الساحلية والجزر خاصة الجزر الجنوبية. يوم الغد بإذن الله رياح جنوبية شرقية من 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار. خلال المساء تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، 44 العظمى والصغرى 25 درجة مئوية، وفي فرص لعبور بعض السحب العالية. الهواء الكوس يكون ملحوظ أكثر في يوم الخميس، رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وفي فرص لتراجع الرؤية الأفقية خلال مساء يوم الخميس على بعض المناطق. راح نوافيكم معلومات أكثر عن هذه الفرص بإذن الله في نشراتنا القادمة. 43 العظمى والصغرى 26 درجة مئوية، تراجع تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار. 42 في يوم الجمعة، 25 الصغرى، والرياح الشمالية الغربية تعود مجددا خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. لاحظ التراجع يكون ملحوظ أكثر خلال الأيام القادمة وخاصة بعد يوم الأحد. يوم السبت رياح شمالية غربية العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 24، اعتدال خلال المساء ملحوظ، والاعتدال يكون ملحوظ أكثر خلال الأيام القادمة خاصة في المناطق الغربية من البلاد وأيضا في الشاليهات جنوب الكويت.
سرعة الرياح من 15 إلى 40 كيلومتر في يوم السبت. نتمنى منكم تأجيل أي نشاط بحري في يوم السبت لأن ارتفاع الأمواج راح يكون من 2 ويصل إلى 6 أقدام، راح يكون مزعج للحداقة. يوم الأحد تتراجع سرعة الرياح وتكون متقلبة الاتجاه بوجه عام، وتعود فرص الكوس مجددا في يوم الأحد على بعض المناطق خاصة الساحلية، 41 العظمى وصغرى 24 درجة مئوية، وسرعة الرياح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين، الإحساس بالرطوبة راح يستمر ويانا لعدة أيام، ونسب الرطوبة متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وتراجع في درجات الحرارة خلال النهار مقبل خلال الأيام القادمة بإذن الله. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.